نهاية الأسبوع المسمى باسمه، يعني أسبوع الاستعداد ينتهي بحد الاستعداد، أسبوع التجربة ينتهي بأحد التجربة، وبعد كده أسبوع الابن الضال ينتهي بأحد الابن الضال. فإحنا بكرة هنبتدي يوم الاثنين اللي هو واقعيا أول يوم في أيام الصوم الأربعين المقدس، لأنه إحنا الصوم 55 يوم، في الأول أسبوع استعداد، في الآخر أسبوع آلام، وفي النص زي ما كنا بنقول 40 يوم يبتدوا من بكرة. فبكرة هيبقى يوم الاثنين من أسبوع الإيه؟ من أسبوع الإيه؟ التجربة، وينتهي بأحد التجربة. والأسبوع اللي وراء إن أحب رب عيشنا ربنا يديكم العمر هيبقى أسبوع الإيه؟ بعد التجربة في إيه؟ الابن الضال. بعد التجربة في الابن الضال، وبعد الابن الضال في إيه؟ السامرية، وينتهي بأحد السامرية أو أحد النص. بعد السامرية في المخلع، المخلع أو مريض بركة بيت حسدة بحسب الوصف الإنجيلي. والأسبوع اللي وراه المولود أعمى أو أحد التناصير، واللي وراه أحد الشعانين، تمام؟ وبعدين يجي أحد القيامة، ثم أحد توما. والحقيقة إحنا النهاردة سمعنا الإنجيل من متى الإصحاح السادس الأعداد من 19 ل 33، واللي فينا مركز شوية يفتكر إن إحنا يوم حد الرفاع اللي هو الحد اللي فات قراءة إنجيل القداس كانت من إنجيل متى برضو الإصحاح السادس برضو، ولكن الأعداد من 1 ل 18. يعني إيه؟ يعني الأسبوع اللي فات ربنا ابتدى معانا رسالة بيكملها الأسبوع ده. وهو الحقيقة زي ما كان سبق وقلنا إنه الإصحاح السادس من إنجيل متى هو جزء من الموعظة على الجبل اللي بتشمل الإصحاحات 5 و6 و7. تفتكروا يا ترى الأسبوع اللي فات ربنا اتكلم معانا في حد الرفاع عن إيه؟ متى 6 من 1 ل 18 ربنا اتكلم معانا عن إيه؟ مين يفتكر؟ صوم وصلاة وصدقة. واللي كان موجود معانا الصبحية النهاردة في العظة الإنجليزي يفتكر إنه ربنا كان بيتكلم معانا على الصوم والصلاة والصدقة، وربنا كان بيتكلم معانا على جزء مهم في ممارسة هذه الأركان، لأن هي دي بنعتبرها إن هي أركان الأساسية للعبادة المسيحية. كل إنسان عايز يعبد ربنا بالطريقة صح لازم يكون في حياته في صلاة، في حياته في صوم، وأيضا يكون في حياته في أعمال خير ورحمة. وعشان كده تلاقوا دايما زي ما بنسمع في مردات التوزيع في أسبوع أنا آسف في الصوم الكبير نلاقي إيه الشمامسة يقولوا أثناء التناول لحن اسمه إيه طوبة للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. بالضبط النهاردة ربنا بيكمل هذه الرسالة، قرينا من 1 ل 18 الأسبوع اللي فات، النهاردة بنقرأ من 19 ل 33. والكنيسة بتسمي أحد الاستعداد أيضا باسم آخر وهو أحد الكنوز. بالضبط زي ما كان السيدات الحقيقة في الاجتماع كانوا شاطرين وحافظين كل حاجة، لأنه النهاردة قراءة الإنجيل العدد الأولاني 19 ربنا بيقول إيه؟ لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد الصدأ والسوس وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد صدأ ولا سوس ولا ينقب سارقون ولا يسرقون. أيضا هو اسمه، يعني احنا قلنا حد الاستعداد حد الكنوز، ولكن واقعيا بقى يعني هو ليه الكنيسة حطته في بداية الصوم أول أحد نسمع هذه القراءة؟ هو حد الاختيار. يعني احنا لو عايزين نسمي التسمية العملية لهذا الحد هو حد الاختيار، لأنه بنلاقي أن ربنا في نفس هذه القراءة يقول لنا إيه؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يلازم الواحد ويترك الآخر أو يحب الواحد ويحتقر الآخر. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، وفي الآخر يقول لنا إيه؟ لا تقدرون أن تخدموا إيه؟ الله والمال. بالضبط. إذن فإحنا النهاردة وإحنا واقفين على بداية الصوم الأربعين اللي هيبتدي بكرة إن أحب الرب وعشنا، علينا أن نختار لمن نحن. إحنا تبعك يا رب
ولا احنا تبع العالم وما فيه. المال ده مقصود به كل ما في العالم. فبالتالي كل واحد موجود معانا النهارده او كل واحد بيسمعنا النهارده مطلوب منه ان هو ما يخرجش من الكنيسه غير وهو حاطط اختيار، انا يا رب ماشي ورا مين. وكاننا بنقول مع ايليا النبي زي ما كان واقف قدام شعب اسرائيل في مقابل انبياء البعل، والكلام ده او القصه دي مذكوره في ملوك الاول الاصحاح 18 العدد 21، وبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ يعني ايه تعرجون بين الفرقتين؟ احنا عندنا بالبلدي بنقولها ايه؟ لغايه امتى هتفضلوا، ها معلش سامحوني في التعبير بلدي شويه، ترقصوا علم معايا؟ حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ يعني ايه تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. يعني ايه؟ علينا كل واحد ان هو يختار النهارده، لانه بناء على اختياراتنا ده اختيار مصيري، اختيار لبقيه الحياه، هتتحدد كل المحطات اللي جايه في اسابيع الصوم، بل كل المحطات اللي جايه في حياتنا الاتيه. هل انا همشي ورا ربنا والتزم بوصيته واعيش في مخافه اسمه، ولا همشي ورا العالم وتعليمه وما يقدمه ليا من امكانيات ومغريات وما الى ذلك؟ الحقيقه الاختيار ده بيبقى اختيار في القلب. يعني ايه؟ الواحد مننا لما هيقول لا انا همشي ورا ربنا، ده اختيار قلبي ما حدش بيعرف عنه حاجه، ولكن هذا الاختيار القلبي بيكون ليه اعراض او بيكون ليه ظواهر الناس بتشوفها، وهذه الظواهر هي اللي كان اتكلم عليها الاسبوع اللي فات ربنا يسوع المسيح لما بيقول ايه؟ انه لازم كل واحد فينا يكون في حياته في صلاه ويكون في صوم ويكون في صدقه، لان هي دي ظواهر حياه البر، ظواهر حياه مخافه ربنا. الانسان اللي هيقرر انه يمشي مع ربنا مش هينفع يقول له انا همشي معاك يا رب ومش هصلي لك ومش هصوم الاصوام اللي الكنيسه اعتمدتها، وايضا مش هيكون في حياتي اي اعمال للخير، لانه كده يبقى المساله مش هتستقيم. انا اخترت حاجه وبتصرف بطريقه تانية، اسمع كلامك زي ما بيقولوا اصدقك. لكن لما ربنا طلب مننا ان احنا نعمل الحاجات دي، طلب مننا ان احنا نعملها في الخفاء، مش كده؟ طيب سؤال برضو كنت يعني واجهته لبعض السيدات الأسبوع اللي فات ويمكن احتاروا في الرد عليه، هل معنى ان انا اصلي في الخفاء واصوم في الخفاء وان انا اعمل صدقة او اقدم احسان في الخفاء يبقى ما ينفعش ان انا اشترك في اي ممارسات ليتورجية في الكنيسة، يعني القداسات مثلا او اجتماعات الصلاة او ما الى ذلك؟ هل ينفع ان انا اشترك فيها ولا ما ينفعش؟ وهل ده يتعارض مع مبدأ الخفاء اللي ربنا طلبه مني ولا لا؟ أيضا بالنسبة للصوم، بعض الطوائف غير الأرثوذكسية يقولوا أنا ما ينفعش أن أنا أصوم الأصوام الكنسية أو أصوام قانونية متحددة لي مسبقا، أنا بصوم بيني وبين ربنا لما بيكون عندي ظروف تستدعي الصوم، لأنه ربنا طلب مني أن أنا أصوم في الخفاء. فهل معنى ان انا اصوم في الخفاء يبقى انا مش مطالب او مش المفروض ان انا اصوم الاصوام القانونيه اللي الكنيسه بتحددها؟ برضو فيما يختص باعمال الخير، لو انا ماشي في الطريق وشفت انسان محتاج او انسان فقير او سمعت ان في حد تعبان وفي واسطه مثلا ممكن ان هو يوصله مساعده او حاجه، هل يا ترى حفاظا على مبدا الخفاء انا مش هساعد هذا الانسان، هتجاهله تماما علشان خاطر ما كسرش الوصية، ولا الدنيا تمشي ازاي؟ ما تتعارضش الصلوات الليتورجية والأصوام القانونية وعمل الخير في العلن لا يتعارض مع الخفاء، ازاي طيب؟ ما كل الناس هتشوفني. بيعمل الحاجة من نفسه. ها؟ خليك قاعد. ما تتعبش. ايوه بالظبط. ايوه عمل كل ده في العلن، ما عملهوش في الخفاء. طيب اوكي جميل، لكن هو لما جه طلب مننا، انت بتتكلم صح تمام يا عبد الله، لكن طب برضو الحته دي يمكن مش واضحه عند البعض،
أنا بعمل ده من نفسي. يعني إيه بعمل ده من نفسي؟ يعني بعمله بيني وبين ربنا، بعمله وأنا هدفي وعيني على السماء، مش هدفي وعيني على الناس شايفيني ولا مش شايفيني، يا ترى بيقولوا علي إيه. لأن ربنا لما بيقول لهم أنه لما تعملوا الخير سواء كان صلاة أو صوم أو صدقة أو ما إلى ذلك، ما تعملوش ده علشان الناس ينظروكم، هو كان بيوضح بمنتهى القوة، علشان الناس ما ينظروكوش وما تبوقوش قدامكم بالأبواق، واللي يقف يصلي ما يقفش يصلي على نص شارع ولا في الأسواق علشان خاطر ما ناخدش مجد العالم. وده الحقيقة كتير بيحصل لما نيجي مثلا نصوم والواحد يبقى يعني ايه شايف ان هو عامل حاجة كبيرة، فتلاقي اني ممكن مثلا بعض الأمهات أو الزوجات يجوا يقولوا ايه وهم قاعدين مع بعض كده، هي عارفة ان صاحبتها دي مش صايمة، فتقول لها ايه الواحد مش عارفة اطبخ ايه في الصيام، الاكل خلص وهم كل يوم عايزين حاجة جديدة. بهدف ايه؟ بهدف ان انا اعرف اللي قدامي ان انا صايمة انا واهل بيتي. او ممكن برضو الواحد يجي يعمل الخير ويعمل الخير وعينه على الناس، يا ترى الناس شايفاني، يا ترى الناس مقدرة ده ولا مش مقدرينه. وده يمكن بيكون اكتر في الخدمة، اكتر حاجة في خدمة في عطاء الخدمة، الواحد لما يجي يخدم ويتعرض لأي مشكلة في المكان اللي بيخدم فيه، إذا كان كنيسة أو يختلف مع أي حد من الخدام أو الأمنة، يقول إيه ده؟ هما مش حاسين بتعبي؟ هما مش شايفين اللي أنا بعمله؟ مش عارفين قد إيه أنا بأبذل وأنفق وأنفق في هذه الخدمة؟ ده واحد بيبص على نفسه، واحد بيفكر في روحه. طيب، يبقى مبدأ الخفاء ما زال قائم حتى لما أنا باجي القداس وأقف أصلي في وسط الشعب كله والناس كلها شايفاني، أنا بصلي ربنا مش بصلي علشان الناس تبص علي. لما باجي أصوم بصوم في الأصوام القانونية، ولكن أنا بصوم لربنا مش بصوم علشان الناس تقول علي ده صايم ولا مش صايم، مش خايف أنه حد يقول لي لا 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 أنت مش صايم ما ينفعش تيجي الكنيسة ما ينفعش تتناول، لا. القصة مش كده إطلاقا، أنا بعمل ده وعيني على السماء وعيني على ربنا، لأنه التعامل بتاعنا بيننا وبينه وهو ده اللي ربنا قصده بقصة الخفاء. أشكرك يا عبدو، مرسي. أيوة. طبعا طبعا الصلوات لازم طبعا هيكون في عام وفردي، ده حقيقي، واحنا كده كده لينا اصوان سوري صلواتنا في الاجبيه، لكن بالنسبه للاصوام يعني ما اعتقدش ان في كثيرين مننا ليهم اصوام اضافيه فوق اللي الكنيسه بتصومه لنا، يعني يمكن في حدود ضيقه قوي. احنا مثلا صمنا وقت اختيارات البابا كان في أصوام خاصة استثنائية، طبعا اللي بيمر بضيقة بيروح لأب اعترافه ممكن ان هو يرتب معاه صوم خاص بالإضافة للأصوام القانونية، لكن إذا كان اللي فاضل في السنة كلها 150 يوم ولا 130 يوم هنصوم منهم كم يوم تاني. ربنا يبارك، ربنا يبارك. طيب تفتكروا ليه ربنا حدد، ليه ربنا حدد الثلاث عناصر دول أو الثلاث أركان دي صوم وصلاة وصدقة علشان خاطر يبقوا هم دول أركان العبادة الحقيقية السليمة في المسيحية؟ ليه؟ ليه؟ هسهل عليكم الأمر. معلمنا يوحنا الإنجيلي في رسالته الأولى الإصحاح الثاني عدد 16 كان بيقول إيه؟ آية كلنا حافظينها وسمعناها قبل كده مرات كثيرة، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. وطبعا احنا كنا لسه حالا دلوقتي بنتكلم بنقول انه احنا النهاردة حد الاختيار، هو حد الكنوز حد الاستعداد ولكنه حد الاختيار، فبالتالي هل احنا هنمشي ورا ربنا ولا هنمشي ورا العالم؟ معلمنا يوحنا بيقول انه هذه الشهوات ليست من الآب بل من العالم. اذا اللي عايز يمشي ورا ربنا لازم يحارب هذه الشهوات وينتصر عليها. طيب سهلنا المسألة شوية، قربناها، عندنا ثلاث أركان أساسية للعبادة وعندنا ثلاث أنواع مختلفة من الشهوات، وتعالوا نحط كل واحدة قدام التانية. كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة.
الشهوة الأولانية شهوة الجسد، ودي سهلة جدا ومباشرة علشان أقدر إن أنا أقهر هذه الشهوة وأقدر إن أنا أغلب جسدي وأخضعه لعمل الروح. عندي سلاح اسمه سلاح الإيه؟ الصوم. فدي سهلة وواضحة ومباشرة. ربنا إداني تدريب الصوم مش علشان خاطر أتعالى بيه على الآخرين، ولكن علشان أقدر إن أنا أقهر جسدي زي ما بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست لآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. فبالتالي كل واحد فينا داخل في تحدي، تحدي ضد هذا الجسد، ضد شهواته ورغباته اللي ما بتنتهيش، لدرجة إنه أحد الكتاب بيقول إنه رغباتنا دي اللي في هذا الجسد يمكن لو اتحطت فوق بعض السماء ما تكفيش سقف لهذه الرغبات. الإنسان عايز وعايز وعايز لجسده، مش كده؟ فبالتالي لو أنا عايز أقهر هذا الجسد فعلا وأروده وأخلي القيادة هي للروح علشان تسمو بي الروح وتطلع لغاية السماء، يبقى عليا بتدريب اسمه تدريب الايه؟ الصوم. يبقى احنا قلنا الصوم يقهر شهوة الايه؟ الجسد. طيب نيجي بقى للتاني، وده اصعب شوية. احنا قلنا بعد الصوم في ايه؟ صلاة. وبعد شهوة الجسد في شهوة العيون. طيب هل ممكن ان الصلاة تقهر شهوة العيون؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مين موافق ومين مش موافق؟ يعني ايه شهوة العيون؟ شهوة العيون يعني ايه؟ يعني حب القنية. زي ما شهوة الجسد هي عبادة للشهوات او عبادة للجسد، شهوة العيون هي عبادة للمقتنيات، للممتلكات. انا عايز اخد كل حاجة تقع عليها عينيا، نفسي في كل شيء في الدنيا، ما عنديش إحساس بالرضا ولا الكفاية ولا الشبع، عايز أقتني أكتر وأكتر وأكتر. ودي يمكن موجودة عند البعض، ربنا يحمينا. هل ممكن الصلاة تقهر هذه الشهوة؟ حقيقة آه. تعالوا نفتكر لما ربنا يسوع المسيح، ودي هنسمعها إن أحب الرب وعشنا يوم الحد الجاي في أحد التجربة، لما جه الشيطان علشان خاطر إيه؟ أخذوا على جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك الأرض في ذلك الوقت، مش كده؟ طيب تفتكروا اللي واقف على جبل عالي جدا وحيشوف ممالك الارض في ذلك الوقت لازم يبص لفين؟ يبص لتحت. هو واقف على جبل عالي، مستوى عالي، وبيبص على جميع ممالك الارض في ذلك الزمان، فلازم يبص لتحت. لكن يجي بقى واحد زي داود في الصلاة يقول ايه؟ اليك رفعت عيني يا ساكن السماء، رفعت عيني الى الجبال، الى حيث من حيث ياتي عوني. يعني بول داود النبي بيتكلم وبيقول رفعت عيني علشان اصلي، بعمل ايه؟ لازم ابص لفوق. حد بيصلي وهو باصص تحت في الارض؟ محدش بيصلي وهو باصص للارض. طيب اذا لو انا هبص لفوق هشوف اللي موجود تحت ولا مش هشوف؟ هشوف ولا مش هشوف؟ مش هشوف، مش هشوف. فبالتالي الصلاة هي علاج ناجع وفعال جدا لكل إنسان بيعاني من شهوة العيون. كل إنسان حاسس إنه الدنيا دي كلها نفسه إن هو يقتنيها، يرفع عينه لفوق في الصلاة يلاقي نفسه مش شايف أي حاجة تحت. الصلاة تعمي عيني وتقفل قلبي عن محبة العالم والمقتنيات. يبقى إحنا اتكلمنا على الصوم والصلاة كعلاج لشهوة الجسد وشهوة الايه؟ العيون. نيجي بقى للصدقة، ودي موالها كبير شوية. هل الصدقة ممكن تعاني تعظم المعيشة؟ يعني ايه تعظم المعيشة؟ فكروني. طيب ان احنا كنا شرحناها قبل كده، يعني ايه شهوة تعظم المعيشة؟ عبادة الايه؟ المقتنيات. دي شهوة العيون، عبادة الذات. تمام تمام بالضبط كده. يبقى عبادة الذات، إنسان عايز مجد الناس، إنسان حاسس بذاته، إنسان عنده كبرية ونفسه عالية قوي. هل ممكن يا ترى عمل الصدقة إن هو يحارب أو يقهر هذه الشهوة في قلب الإنسان ولا لأ؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن. وحنفهم دلوقتي مع بعض إزاي. معلش هو ده موضوعنا الأساسي، كل اللي فات ده كان مقدمة.
عايزين نتكلم ازاي عمل الخير او ازاي العطاء يقدر ان هو يكسر جوايا شهوة الذات او ما نسميه بتعظم المعيشة. اوكي؟ طيب، لان لو تاخدوا بالكم انه لما جه عدو الخير يحارب ربنا بتعظم المعيشة قال له خدوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك وحيشيلوك الملائكة على ايديهم وانت بقى ايه تاخد مجد الناس كلهم. فقال له لا انا مش عايز ده، اذهب عني يا شيطان، لانه مكتوب لا تجرب الرب الهك. بالظبط. طيب، عايزين ناخد بالنا ان العطاء سلاح ذو حدين. يعني ايه سلاح ذو حدين؟ يعني ممكن هو ربنا مديهولنا علشان نقدر ان احنا نقهر بيه ذواتنا، نكسر بيه الكبرياء اللي موجود فينا، ولكن ممكن لو احنا استعملناه غلط ممكن يكون العطاء في حد ذاته سبب ان هو يزود عندي الذات والكبرياء. وفي ناس كتير ممن نسميهم المحسنين وذوي البر والعطاء الذات عندهم عالية قوي 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 بسبب هذه الفضيلة اللي بتبقى بالنسبة لهم مش فضيلة على الإطلاق. فبالتالي هو سلاح ذو حدين، لو احنا استعملناه غلط ممكن جدا يبقى زي ما تكون ايه فحم بحطها على نار علشان تكبر الذات اكتر وتولع فيا احساسي بنفسي اكتر اكتر. علشان كده لازم لما يكون في عطاء لازم نلتزم بالشروط اللي ربنا حطها لنا لاجل هذا العطاء. ربنا ما قالناش ادوا وخلاص، ادانا شروط علشان نلتزم بيها، واللي هيلتزم بهذه الشروط هيقدر فعلا من خلال فضيلة العطاء ان هو يقهر ذاته ويكسرها. اولا الشرط الاولاني هو شرط الايه اللي كنا بنتكلم عليه حالا، شرط الخفاء. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تدي ادي وانت فاهم كويس قوي انك انت ما بتديش من عندك، ندي واحنا عارفين كويس قوي انه يا رب من يدك اعطيناك زي ما داود بيقول. ادي وانت عارف انك مش مستحق انك انت تدي، دي بركة ان ربنا بيشركنا معاه في عمل العطاء والخير والتوزيع، لانه ربنا يقدر ان هو يكفي كل ولاده كل احتياجاتهم من غير ما نكون احنا طرف في هذه العملية. وبالتالي علشان خاطر نتجنب ان احنا نخش في كبرية بسبب العطاء لازم نمرة واحد يكون في خفاء. طب ليه؟ اولا احنا عايزين نقول انه فضيلة العطاء بتكسر جوايا ثلاث حاجات رئيسيين، بتكسر اهواء النفس، وبتكسر حسابات العقل، وبتكسر ايضا مشاعر القلب. يعني ايه؟ يعني انا من خلال العطاء بتكسر قلبا ونفسا وعقلا علشان خاطر يبقى قدام ربنا انا خلاص ما عنديش حاجة، استلم انت يا رب الكل واشتغل. فربنا بيقول في متى 6:3 وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ماذا تفعل يمينك. والحقيقة أنه الطبيعي الطبيعي الإنسان لما بيدي لو أدى من غير ما حد يعرف بيبقى عنده إحساس داخلي كده بالرضا عن النفس إن هو بيدي، صحيح ولا لا؟ يعني أي حد فينا بيقدم أي تقدمة في بيت ربنا سواء كانت فلوس أو وقت أو مجهود أو خدمة أو ما إلى ذلك ما بيكونش عنده إحساس داخلي بالرضا عن الذات إن أنا كده يعني مبسوط من نفسي ولا إيه؟ رأيكم إيه؟ لما حد فينا مثلا بيعمل قربان ويصحى بدري الساعة 3 الفجر وينزل جري على الكنيسة في الضلمة والسقعة ويقعد بقى يشتغل 3-4 ساعات اخر النبطشيه دي بيكون حاسس بايه؟ حاسس بسعاده غامره ان هو يعني خلاص كده يعني خلص الذنوب القديم والجديد وهيطلع على السماء طوالي. احساس بالرضا. احيانا عدو الخير بيحاربنا بهذا الاحساس، لكن حقيقه زي ما كنا بنقول احنا مش مفروض ان احنا نحس بهذا الاحساس لانه دي يا رب عطيه من ايدك، الوقت، الصحه، المجهود، الفلوس، كل هذه الامكانيات دي عطيه من عند ربنا. ولما انا بعيش بهذا الاحساس انا كده بكسر الميل الطبيعي اللي جوايا، الميول النفسيه اللي بتخليني ممكن اتكبر وتعالى. العطاء في الخفاء زي ما كنا بنقول حالا دي معامله شخصيه بيني وبين ربنا. وفي قصه الحقيقه كنت سمعتها عن
دي حصلت يعني في يمكن في منتصف القرن اللي فات أو في السبعينات تقريبا مع أسى بونا بشوي كامل. هذه القصة هي قصة لطيفة بتدينا مفهوم الخفاء يعني إيه، وبتدينا مفهوم إزاي أنا وأنا بدي ممكن الناس تعرف ولكن برضو أحتفظ بالسرية والكتمان. أبونا بشوي كامل كان مرة قدس أبونا لوقا سيداروس اللي هو شريكه في الخدمة في ذلك الوقت بيقول كنا نازلين زيارة افتقادية في منطقة من مناطق إسكندرية، وبعدين لما دخلنا رحنا عند إحدى السيدات الموسرات، يعني إيه أسرة حالتهم المادية مستريحة، وكان الكلام ده زي اليومين دول كده في أيام الصوم. إذا بالسيدة لما دخلنا عندها وقعدنا وبتاع، فبتقول لأبونا يعني يا أبونا ما كانش ينفع تقولي في يوم من أيام الفطار كنت عملت معاكم واجب كويس، ده أنا الحقيقة يعني أنا هوايتي إن أنا بحب أربي طيور، وأنا يعني لو كنت جيتولي في الفطار كنت دبحت لك ذكر بط ولا حاجة علشان خاطر يعني حاجة تليق بالمقام. معروف عن أبونا بشوي كامل إن هو كان رقيق جدا ويخجل بشدة من مثل هذه الأمور، لكن أبونا لوقا بيقول فوجئت بأبونا بشوي بيرد على هذه السيدة ويقول لها إيه معلش إحنا فيها، أنا بقى هاخد حقي ناشف. حقي ناشف يعني إيه؟ يعني أنت عندك ذكر البط بدل ما تذبحيه لا اديهوني صاحي. الست الحقيقة ارتبكت، ما كانتش متوقعة الرد ده من أبونا بشوي يعني، وزي ما بقول لكم هو كان يعني راجل عفيف جدا جدا. وحتى ابونا لوقا بقى مستغرب، ابونا بشوي بيقول ايه ذكر بط هناخده فين ده وهنعمل بيه ايه؟ المهم فاللي حصل اني الست خلاص قالت كلمه، فقالت له انا يا ابونا قد القول، وراحت بعتت حد من اولادها جاب ذكر البط من فوق. واباء الكهنه زمان كانوا بيلبسوا فرجيه كبيره، الفرجيه دي كان حتى يعني قدس ابونا لوقا سيداروس لما كان معانا في مؤتمر الاباء الكهنه في فلوريدا الاسبوع اللي قبل اللي فات كان لازال حريص على ان هو يلبس هذه الفرجيه غير الجلاليب اللي احنا بنلبسها دي، لا الفرجيه بتبقى زي روب كده بيتلبس فوق الجلابيه وبيبقى كمه طويل واسع متدلي كده لتحت. زمان الاباء كانوا بيلبسوه، يمكن في اباء في بعض الابروشيات لسه بيلبسوها. فابونا بشوي كان لابس الفرجيه، فالست راحت ايه ربطت جناحات ذكر البط كده بحزام، وابونا راح واخد ذكر البط حطه في كم الفرجيه كم الواسع ده، ومسك يعني البق بتاعه او مسكه بايديه علشان خاطر ما يطلعش صوت، لان طبعا هيبقى شكلها مش لطيف اطلاقا ان كاهن ماشي ونازل السلم وطالع السلم وهو في بط عماله كل ده، والجميع في حيره مش عارفين ايه اللي بيحصل. ابونا لوقا والست دي برضو بتستغرب ايه اللي بيحصل. المهم فبيقول ابونا خلصنا زياره ومشينا على طول، وبعدين دخلنا العماره اللي جنبها، دخلنا العماره اللي جنبها وطلعنا لغايه السطوح لان كان في افتقاد لاسره هناك. واول ما طلعنا للسطوح كان في اوض كده متاجره، وكان في ام ارمله عندها 5 أولاد وكان زوجها متوفي ومعاشها بالكاد يدوبك يكفي بعض المصاريف الأساسية. فبيقول أبونا أنا لما دخلنا عندها لقيت أبونا بشوي بيقول لها يلا يا ستي بقى اتبسطي أديني جبتلك فطار العيد، والعيد كان لسه فاضل عليه يمكن 3-4 أسابيع، أديني جبتلك فطار العيد، وطلع ذكر البط من كم الفرجية وقال لها ها يلا زغطيه بقى لحد لما يجي العيد، وعلى العيد اتبحيه علشان تاكليه أنت والولاد. شوفوا قد إيه إحساس الأب بأولاده، وفي نفس الوقت الخفاء يعني إيه؟ يعني كان موجود أبونا لوقا موجود، وده كان قدام الناس كلها. طبعا الست كانت مستغربة من تصرف قدس أبونا بشوي، وكانت متهللة جدا لأنها مش معتادة أن الناس تتعامل معها بهذا الكرم وبهذه الرئة. فنمرة واحد زي ما كنا بنقول أنه العطاء بيكسر جوه الإنسان أهواء الذات، لما بتكون نفسي أعلى وأشوف في عيون الناس إعجاب ومديح وأسمع منهم كلام إطراء، لا لما بدي في الخفاء بحسب ما ربنا علمني، وقلنا إنه الخفاء ده بيني وبينه هو حتى لو كانت الناس شايفاني، بتكسر جوايا حتة الذات.
نمرة اتنين، العطاء بيكسر الحسابات العقلية. يعني ايه؟ زي ما بيكسر ذاتي بيكسر ايضا حساباتي العقلية. ازاي؟ ربنا لما طلب مني ان انا ادي، طلب مني ان انا ادي من الاعواز، ما طلبش مني ان انا ادي مما يفيض عن احتياجي، من الامور اللي ما تلزمنيش. لما يكون عندي في الدولاب لبس كتير وبعض هذه الملابس تكون ضاقت عليا او ادمت او موضتها بطلت او ما الى ذلك، اخدها واحطها في شنطة وابعتها على الكنيسة، والشنطة دي بتكون شنطة قديمة، ايدها مكسورة ولا عجلها بايظ ولا whatever، فوديها للكنيسة اهو خلصت شنطة وخلصت من الهدوم القديمة. اطلاقا مش هو ده اللي ربنا عايزه مننا، مش هو ده اللي ربنا طلبه. لما ربنا طلب وطوب، طوب مين؟ طوب المرأة ذات الفلسين، لانه قال عليها ايه؟ قال عليها اما هذه فقد اعطت كل ما عندها، كل معيشتها. برضو لما جه في بداية سفر التكوين ونلاقي انه واحد زي هابيل البار مثلا قدم ايه لربنا؟ قدم من ابكار غنمه ومن ثمانها، يعني ايه؟ من افضل ما عنده، ما قدمش اللي فايد، ما قدمش المكسور ولا الاجرب ولا الاعور زي ما كانوا بيعملوا اليهود بعد كده في ايام اشعياء اطلاقا. اذا لما انا بدي من الاعواز، بدي وانا محتاج، يبقى انا كده بتحدى العقل. العقل بيقول ايه؟ العقل بيقول ايه؟ العالم بيقول ايه؟ العقل لما يجي يتكلم يقول لك خد من التل، يحصل له ايه؟ يختل. والبحر يحب ايه؟ الزواده. بالظبط كده. احنا الكنيسه بتعلمنا كلام مختلف خالص. لو انت دخلك قليل وظروفك ضيقه، افتكر بسرعه فعل الخير والتقدمة، لان لما هتخرج، لما هتخرج العشور بتاعتك، ربنا هيبارك في اللي موجود فيفيد ويزيد. يعني ايه؟ مره كان في احد الكنائس اللجنة كانت بتشتكي للأب الأسقف وبتقول له الدخل ضعيف، احنا مش عارفين نعمل ايه. فالأسقف رد عليهم رد عجيب جدا ما كانوش بيتوقعوه. قال لهم انتوا بتطلعوا عشور دخلكم؟ ولو تفتكروا برضو قداسة البابا شنودة نفسه كان ليه عيضة طويلة في هذا الأمر. طبعا اللجنة استغربت، يعني احنا كنيسة هنطلع عشور دخلنا؟ قال لهم شوفوا الفقراء والمحتاجين اللي موجودين عندكم وطلعوا لهم عشور دخلكم علشان خاطر ربنا يبعت ويبارك. اذا الكنيسة بتعلم او ربنا بيعلمنا تعليم مختلف خالص عن اللي بيعلمه العالم. العالم بيقول ايه؟ بيقول خد علشان اللي عندك يزيد. الكنيسة وربنا بيقول ايه؟ مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. لو عندك قليل ادي علشان خاطر لما تدي ربنا حيبارك وحيزود. قصة تانية برضو، القصة دي انا كنت سمعتها من احد الاباء في كنيسة العذراء في الزيتون، بحي الزيتون في القاهرة. الكنيسة دي كنيسة مليانة بركة، وطبعا كلنا نعلم انه الست العذراء لما ظهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن اللي فات ظهرت في الكنيسة دي على مدى تقريبا شهرين. بيحكى اني كان في برضو قطين فوق السطوح في احدى عمارات حي الزيتون، وكانت بتسكن احدى هذه الحجرتين ارملة، عندها بنت واحدة، وفي الأوضة الثانية كان أرملة برضو عندها بنت تانية. المهم الحقيقة الأسامي مش بتحضرني دلوقتي. هنقول مثلا واحدة كان عندها بنت اسمها رحمة، والتانية كان عندها بنت اسمها دميانة. أم رحمة كانت بتعمل في عاملة في إحدى المدارس، ويدوبك دخلها كان يعني بسيط جدا على قد الراتب بتاعها، وما كانش عندها أي دخل إضافي. ولكن أم دميانة كانت بتقدر إن هي تنظف في البيوت، وكانت بتساعد الآخرين، فكان عندها دخل أفضل شوية، وقدرت إن هي تشتري بعض التجهيزات لجواز بنتها. طبعا احنا عارفين إنه في مصر كل أم بتحلم بجواز بنتها، وبتبتدي بمجرد ما البنت توصل مثلا سن ثانوي ولا حاجة إن هي تحضر لها أمور علشان خاطر جهازها. المهم أم رحمة وأم دميانة طبعا لأن ظروفهم متماثلة فكانوا أصدقاء، وكان كل واحدة سرها عند التانية. في يوم من الأيام جات أم دميانة لقت صديقتها مهمومة
وحط ايدها على خدها ومش عارفة تتصرف. فسألتها قالت لها انت مالك مهمومة كده ليه؟ حاسة ان انت متغيرة وفي حاجة مش قادرة تقوليها. فقالت لها الحقيقة رحمة بنتي جالها عريس، والعريس ده مناسب جدا، وهو مستعد ان هو يجيب الشقة، ولكن ما عندهوش امكانيات ان هو يفرش كل حاجة، وانا لازم اجيب حاجة لبنتي، بس انا ما عنديش حاجة اجيبها، لا عندي دخل ولا عندي امكانيات، ومش عارفة اتصرف ازاي، وخايفة انه يمشي ما يجيلهاش عريس تاني مناسب بهذه المواصفات. المهم فام دميانة قالت لها ايه؟ قالت لها بصي ما تعوليش هم، انا جايبة حاجات لبنتي، الحاجات دي انا شايلاها، عندي طقم صيني وشوية حلل ومعرفش وكم فرش ملايات ومعرفش ايه، هديها لك انت تجوزي بيها بنتك، ولما ربنا يفرجها ابقي ردي لي الحاجات دي. المهم طبعا الست نتيجة لانها مش عارفة تتصرف وما فيش قدامها مخرج تاني، فقابلت ان هي تنال هذه العطية. هنتكلم على العطاء من الاعواز. المهم راحت الموضوع كمل الحمد لله، والبنت اتجوزت اللي هي رحمة، والاب الكاهن بيقول الزيجة او الفرح كانوا خارجين من باب الكنيسة، وجنازة كانت داخلة من الباب الثاني للكنيسة الساعة 2 الظهر تقريبا. المهم بعد شوية فوجئت ام رحمة ببعض الخدام جايين لها من الكنيسة يسألوا عليها، يقولوا لها ابونا عايزك في الكنيسة بسرعة بعد كام يوم. المهم راحت الست تشوف ابونا كان عايز ايه، فوجئت انه اللي بيسألوا عليها دول كانوا هي كانت متزوجة من تاجر كبير، وهذا التاجر كان ليه أعمال ومقتنيات، ولكن لما توفى أخوه حط إيده على كل شيء، هو استولى على كل شيء، فكانت النتيجة أنه ما ساب لهمش أي حاجة، مشيت هي وبنتها بلا أي ميراث على الإطلاق، وفضل هذا الأخ مسيطر على كل الأمور لحد لما أصابته الأمراض في سن متقدمة واتوفى. جم ولاده بعد كده ما يعرفوش حاجة عن المواضيع، فعايزين ينقلوا يعملوا زي إعلان وراثة وينقلوا ممتلكات أبوهم ليهم. فلما راحوا لقوا أنه ما فيش أي إثباتات أو عقود تقول أن أبوهم يمتلك شيء، كل الحاجات دي ملك مين؟ عمهم اللي هو أبو رحمة. من عجب ان هم ما بقوش عارفين يوصلوا للست دي ازاي، عارفين ان هي عايشة بس ما يعرفوش مكانها، فراحوا لجأوا للأب الكاهن يسألوه يقولوا له تعرف حاجة عن الست دي؟ طبعا أبونا علشان خاطر بيعرف كل الأسر اللي ساكنة في المنطقة وبيفتقدهم بانتظام، فكان عارف ان الست دي ساكنة في المكان الفلاني، بعت لها مجموعة من الخدام. لما راحت لقت أولاد العم موجودين وبيقولوا لها بص يا ستي احنا مش عايزين منك حاجة غير ان انت تتنازللنا بس عن الحاجات اللي احنا عايزين نسجلها، وحنديكي نص في كل شيء، يعني نص الميراث ده حنديهولك انت وبنتك. طبعا الست ما كانتش مصدقة نفسها لانها كانت خلاص فقدت الامل ان هي ممكن يكون ليها اي دخل من اي مصدر، وكانت عايشة حياتها وخلاص راضية بكده. فوجئت بهذا الأمر، فكانت النتيجة طبعا إن هي وافقت ومضت لهم بالتنازل أو بالبيع والشراء، وادوها نص كل شيء، وطبعا النص ده كان مبلغ ضخم جدا، ومن خلال هذا المبلغ قدرت إن هي تجوز أم دميانة، أنا آسف تجوز دميانة وترد لها أضعاف أضعاف اللي اديته لها، يعني هي لها إيه طقم حلل وطقم صيني وشوية ملايات وكلام فاضي، لأ دي جوزت البنت زي ما بيقولوا جهزتها من الإبرة للصاروخ كرد للجميل. فبالتالي العطاء نمرة واحد زي ما بنقول لابد وأن يكون في الخفاء، العطاء أيضا لابد وأن يكون من الإعواز. بالضبط لما بدي من الخفاء بكسر ذاتي، بكسر فيها الرغبة في المديح، لما بدي من الإعواز بأكد لربنا إيماني أن أنت يا رب المتكفل بكل احتياجاتي، وأنا أثق تماما في عيدك وأثق تماما في أمانتك. نيجي للجزء الثالث. الجزء الثالث خلاص احنا تقريبا خلصنا. العطاء أيضا بأكثر به مشاعر قلبي. مشاعر قلبي ليه؟ لما بدي ربنا حاجة أنا بحبها
لما بقدم لربنا حاجة أنا بحبها أنا بأعلن إن يا رب حبك أنت في قلبي فوق كل حب تاني. لو تفتكروا لما ربنا جه يطلب من إبراهيم تقدمة، طلب منه مين أو طلب منه إيه؟ إنه إبراهيم كان يقدر تماماً إن هو يقدم أي تقدمة مالية، وكان غني جداً، بل كان يمكن من أغنى أغنياء عصره في ذلك الوقت، لكن ما كانش عنده غير ابن وحيد حيلة زي ما بيقولوا. وهذا الابن اتولد بعد طول انتظار، كان هو عمره 100 سنة وخلاص ملوش رجاء إن يكون عنده أولاد تانيين. لكن ربنا لما بيجي يطلب منه يقول له إيه؟ قدم إسحاق ابنك وحيدك حبيبك، مش كده؟ ابنك يعني ربنا بيفكره، طب يا رب ما انت عارف ان هو مجروح، لا انا عايز الابن الوحيد الحبيب. ليه؟ لانه ربنا بيقول له انا عايز اشوف انت بتحبني قد ايه يا ابراهيم، هل انت بتحبني اكتر من ابنك ده؟ ولو انت فعلا تقدر ان انت تقدمه لي يبقى انت كده بتثبت لي حبك، مش بس بتثبت ايمانك لما بدي من القليل، ولكن ايضا بتثبت حبك. وهكذا ما هو مطلوب مننا زي ما كنا بنقول قبل كده، ليه احنا مش قادرين نصوم؟ ليه احنا مش قادرين نصوم؟ ببساطة شديدة لاني بحب فنجان القهوة او النسكافيه اللي كل يوم الصبحية بشربه، ولازم اشربه باللبن لاني ما ينفعش ان انا اشربه بلاك. اللي بيدخن بيحب السيجارة ما يقدرش ان هو ينزل شغله من غير ما يشرب السيجارة. يعني انا دايما لما اجي اتكلم مع اي حد بخصوص الصوم يقول لي طب وفنجان النسكافيه بتاع الصبحية؟ يعني شوفوا قد ايه ربنا، معلش سامحوني، رخيص في عينينا. ربنا رخيص في عينينا لدرجة انه ما يسويش ربع فرخة، قد كده ربنا ما يسويش في قلوبنا حاجة نستاهل ان احنا نسيبها علشان خاطره. احنا بنحب ربنا قد ايه؟ لما انا بتنازل عن بعض هذه الامور الصغيرة اقدر ان انا انمو في محبته. تفتكروا الاباء القديسين اللي قدموا حياتهم ثمن بسيط لحبهم للمسيح، هم اتولدوا من بطون امهاتهم قديسين، اول اختبار ليهم قالوا ايوه احنا مستعدين نقدم حياتنا، ولا المسألة ابتدت بترك الامور الصغيرة؟ ليه ربنا بيطلب مننا صيام؟ هو ربنا هتفرق معاه انا كلت فول ولا كلت لحمه؟ ربنا مش هتفرق معاه هذه المساله اطلاقا. كل اللي تاكله وكلها عطايا ربنا، وربنا بيقدم لنا هذه الامور علشان نتناول منها بشكر. ولكن لما بيقول لي انا بدربك دلوقتي تسيب الحاجات الصغيره اللي تقدر عليها علشان لما يجي الزمن الصعب ونقابل فيه امور قد تبدو دلوقتي فوق طاقتنا بما لا يقاس، لكن ساعتها نقدر ان احنا نواجه بمنتهى الشجاعة. لما جت المرأة ساكبة الطيب جابت القارورة الوحيدة اللي عندها اللي تمنها 300 دينار وكسرتها على رجلين ربنا يسوع المسيح، ده اللي تقدر عليه. سهل قوي عليها بعد كده ان هي تتدرج في الحب لغاية لما تيجي وتقول يا رب انا ممكن اقدم لك حياتي. ومش لازم على فكرة انه الشهيد يعني يموت بسفك الدم، ياما في شهداء عايشين بلا سفك دم. ولو جه الوقت اللي اضطر ان انا اسيب فيه هذا الاكل او هذه العادات لاجل مرض مثلا لا قدر الله، لو الدكتور قال لي ما ينفعش ان انت تاكل حاجات حلوة علشان خاطر نسبة السكر ما تعلاش عندك في الدم وتعمل لك مشاكل، يا ترى هقتنع وهأطيع وهخضع ولا لا؟ مضطر ان انا اخضع لاني عارف ان لو ما عملتش ده هخش في مضاعفات، والمضاعفات ممكن تخلي حياتي صعبة جدا وممكن لا قدر الله تنهيها خالص. طيب ربنا بيدربنا كطبيب حكيم على ان احنا نسيب حاجات صغيرة في الاول، وبعد كده الصغير يكبر بالتدريج شوية بشوية بشوية لغاية لما تبقى كل حياتي يا رب ما تسويش ان انا اقدمها لك هدية عند رجليك. فبالتالي لما نيجي نفتكر احنا الاسبوع اللي فات احتفلنا بتذكار استشهاد 49 شهيد او شيخ شيوخ شهيد، وفي هذه القصة مع 49 شيخ اللي كانوا في دير الانبا مقاريوس كان في 2 ما كانوش من الرهبان،
كان في اثنين ما كانوش من الرهبان، كان رسول الملك ثيودوسيوس، وده كان اسمه مارتينوس، وابنه كان اسمه زيوس. دول كانوا جايين برسالة من الملك للآباء الرهبان. الملك ده ما كانش عنده أولاد، فكان باعت يسأل الآباء الرهبان إنه في بعض المشيرين في المملكة قالوا له لابد وأن تتزوج واحدة تانية غير الملكة علشان خاطر تجيب لك أولاد. فهو ما كانش بيعمل أي شيء بدون مشورة الآباء، فراح بعت هذا المندوب الملكي اسمه مارتينوس، وكان ابنه صغير معاه اسمه زيوس، يمكن اللي اتفرج على الفيلم قدر إن هو يشوف هذا المشهد، راحوا علشان خاطر ياخدوا رأي الآباء في هذا الأمر، الملك يتجوز ولا ما يتجوزش. بغض النظر عن التفاصيل وبغض النظر عن الرد، جم حملة البربر وقتلوا 49 شهيد. وفي الوقت ده كان مارتينوس وابنه متخبيين في مكان ما علشان خاطر البربر ما يعثروش عليهم. ولكن لما الولد شاف رؤية في لحظة انه الملائكة نازلة من السماء بأكاليل علشان تحطها على رؤوس الآباء اللي استشهدوا، فقال لابوه، قال لوالده أنا رايح علشان أموت زيهم لأني عايز إكليل من هذه الأكاليل. كان من أبوه بدل ما يمنعه ويشده ويقول له إيه يا ولد اللي أنت بتقوله ده، بلاش جنان، خلينا قاعدين في الأمان، لأ، قال له أنا كمان جاي معاك، أنا كمان جاي معاك. وبالتالي مع 49 شهيد إحنا بنحتفل أيضا بتذكار استشهاد مارتينوس وابنه زيوس في نفس اليوم، لأن هم أظهروا نفسهم بإرادتهم، والولد كان ولد صغير على فكرة، ما كانش ولد كبير. فبالتالي أنا لما بقدم الأمور المستحبة في حياتي بيبقى سهل عليا بعد كده أن أنا أسيب كل حاجة، أنا ما عنديش أي شيء غالي زي إبراهيم، في أغلى من ابنه الوحيد الحبيب، لكن لأ، علشان خاطرك يا رب أذبحه أقدمه لك، وأنا قادر أن تقدر تعوضني عنه وتقيمه في اليوم الأخير. هل إحنا عندنا استعداد أن إحنا نبذل بعض الوقت لأجل خاطر ربنا، بعض المجهود؟ إحنا محتاجين خدام في مجالات متنوعة، محتاجين خدام في الصيانة، محتاجين خدام في مدارس الأحد، محتاجين خدام في النظافة، محتاجين الكنيسة لا تكف عن احتياجها للخدام. هل أنا عندي استعداد أن أنا أبذل بعض المجهود، أقدم بعض المال من الإعواز، حتى أنا متضايق، حتى لو أنا الدنيا مزنوقة معايا، ولا ما عنديش استعداد؟ لأن زي ما بقول لكم، لو أنا مش هقدر أدي دلوقتي، طب لما تيجي الأيام الصعبة إزاي هقدر أن أنا أدي بكل فرح ورضا؟ ربنا يدينا نعمة أن احنا في هذا اليوم المبارك، يوم أحد الاستعداد، أن احنا نقف ونختار إلى متى تعرجون بين الفرقتين، أنا مع ربنا ولا مع العالم ولا مع البعل. ولو كنت أنا ماشي ورا ربنا، هل أنا مستعد أن أنا أستخدم سلاح الصوم لكي ما أقهر شهوة الجسد؟ هل أنا مستعد أن أنا أستخدم سلاح الصلاة لكي ما أقهر شهوة العيون؟ هل أنا مستعد أن أنا أستخدم سلاح العطاء وأدي بحكمة بحسب مشورة ربنا في الخفاء، وأيضا من الأعواج، وأيضا أقدم كل ما هو محبوب وكل ما هو غالي عندي وعلى قلبي، علشان أكسر في ذاتي، أكسر حسابات عقلي، أكسر مشاعر قلبي، وبالتالي يبقى أنا كده قدام ربنا لست بشيء، اشتغل أنت يا رب واستلم حياتي، لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. اتفضلوا نصلي. أخيرا يا ربي وليس آخرا، بالشفاعة التي لسيدتنا كلنا ولتلالها قديسة طهر العذراء من أمنور، بالشفاعة التي لرئيس الملائكة الجليل المخيل، بركة الطلبات والسؤالات التي للسيد شهيد أبنه وجميع وصف قديسيك، استجيبنا يا ربي حينما يدعوك بذلة البنين قائلين في كل الشكر، يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلى مخلصنا يسوع المسيح، شركة وهيبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب يكون معكم. بفكركم اللي